أهلا بكم إلى كلام بيروت في هذه الحلقة التي تغيب عنها الصحف اليوم بعطلة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، ولكن الموضوع السياسي لم يغب بل وازداد تفاعلا على المواقع الإخبارية عبر الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي. لمناقشة مواضيع حلقة اليوم أستضيف النائب الأستاذ أسعد درغام، عضو تكتل لبنان الأول. صباح الخير أستاذ أسعد، أهلا وسهلا فيك معنا بأول إطلالة بكلام بيروت. صباح الخير لك ولمشاهدينا الكرام. بالأول بدي عيد لبنانية بعيد انتقال السيدة العذراء، وثاني شيء أنا كتير مبسوط أنه أنا اليوم بقناة المستقبل. هيدي الزيارة الأولى، وإن شاء الله على طول بنقدر نتواصل نحن وياكم، لأنه أنا كان من خلالك أو من خلال القناة بشكل عام هيدا بيسرني أن يكون موجودة. أهلا وسهلا فيك. طالما عم نحكي عن المستقبل، مستقبل الأيام بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة، ماذا يقول لك من وراء ما عم نشوف من مواقف وسجالات؟ خليني بلش من زيارة الوزير باسيل للرئيس الحريري. نعم. الأجواء كانت جدا إيجابية، كانت الأجواء في تفهم لموقف التيار الوطني، يعني إذا بدنا نجي نستخلص هيدي الزيارة بنقول إيجابية إلى حد كبير، بأنه نحن ما عم نطالب أكثر من حقوقنا. كانت إيجابية أنه الرئيس الحريري تفهم لمواقفنا، وأنه نحن أودعناه أنه هيدي قصة تأليف الحكومة، هيدي بعهدتك أنت بالدستور اللبناني، انت اللي بتبادر الى تقديم التشكيل الحكومية اللي كلياتنا بدنا اياها تكون على اساس معيار واحد، ويكون ما في فريق غير عن فريق تاني. بقى من هون بلشت انه كانت الاجواء ايجابية. هلا لحد هلا ليش ما تألفت الحكومة؟ نأمل انه بخلال الايام اللي جاية انه يصير في تذليل لبعض العقبات. كان في يعني في اصرار وكلام من الرئيس الحريري انه المشكله محد داخليه، ولكن من وراء ما عم نشوف نتمنى هي ليست كذلك يعني برايك؟ انا بدي اقول نتمنى انه ان تكون المشاكل داخليه، خلينا نحطها بالصيغه الايجابيه، نحن نتمنى ذلك. نتمنى بس الواقع شو بيقول؟ انا كشخصيا لحد هلا بشك، بس اتمنى انه تكون مشكلة داخلية. ما بدنا يفوت الشك لعقولنا الشيطان، نحن نتمنى انه تكون لبنانية، لانه اذا كانت العقد بحت لبنانية بنعتقد بنقدر نوصل لحكومة قريبة. كنا عم نحكي انه الحكومة رح تكون بين عيدي سيدة والأضحى، كما يبدو اليوم ليست كذلك، المسألة أبعد من هالشيء. بحسب علمك أستاذ أسعد، هلا اي العقد تم تذليلها وايها بعدها موجوده داخليا قبل ما نحكي عن الخارج؟ لك اذا بدنا نقول العقد المسيحيه مثل ما سموها، بعتقد العقد المسيحيه صارت على الاخر، يعني ما بقى في عقد، في بعض التفاهمات اللي لازم تصير، ولكن العقد المسيحيه صرنا عليه. اليوم اللي يبرز اكثر شيء العقد الدرزي، وهي تمسك الحزب التقدم الاشتراكي نعم. بأنه بده يتمثل بكل الوزراء الدروز، وتمسكنا كتكتل لبنان القوي بحقنا بنتائج الانتخابات النيابية اللي صارت واللي لا يمكن القفز فوقها، أنه هو بلغة الأرقام الوزير جنبلاطي بيطلع له نائبين ووزيرين، بيطلع له وزيرين، ونحن بيطلع لنا كتكتل وزير واحد. طيب على أي أساس عم تحسبوا هذا الشيء، علما انه التمثيل الدرزي كله بكتله تيمور جنبلاط، والمقعد الوحيد يلي ما اخده كان هو يعني تركه للامير طلال ارسلان؟ ابدا ما طبعا، ليك بهالانتخابات ما حدا ترك لحدا بالنسبه، ما تركه شاغر مثل عادته كل هالسنين. لا يعني لو ما انترك اليوم في حاصل انتخابي. نعم. يعني تركتي مقعد او ما تركتي مقعد ما بيقدر بيغير شيء، لانه انت لما كنت فيكي بالقانون الاكثري تتركي مقعد
وبيقدر انه طالما في مرشح انه بيطلع المنافس بالتسهيل. ولكن اليوم بالقانون النسبي اللي هو بيقوم على الحاصل الانتخابي، هيدي قصه ترك المقعد ممكن حتى يقوي اللي عنده حتى ما تتجمع الاصوات، مشان ما انه الاصوات اللي عنده تتفرق وتكون موجوده لشخصين. فابدا خلينا نبلش من هون، ما كان في ترك للموقع هي النيابي او للمركز النيابي من باب انه حتى يطلع الوزير. اعتبرت انه يعني خصوم، اذا بدي اقول تيمور جنبلاط اخذوا نسبه معينه من الاصوات، ما هيك من هون عم تنطلق؟ اليوم نتائج الانتخابات افرزت انه الدروز طائفة درزية الكريمي المرشحين اللي كانوا فيها، اللي كانوا مناهضين او اللي كانوا على خصومي مع الوزير جنبلاط، بعض الارقام تختلف ولكن هن بين 38 و40%. يعني الوزير جنبلاط باقصى حد اخذ 60% من الدروس. طيب 60% من الدروس على ثلاث نواب، يعني هو بحق على ثلاث نواب وزراء، على ثلاث وزراء، يعني هو بحق له بوزيرين. هل معيار نفسه اذا طبقته عند الشيعه؟ يعني وليد بيك بيقول مثل ما عم بي، او بالاحرى تيمور يعني هو هلا رئيس الكتله، مثل ما تعاملوا الشيعه سكروا بلوكهم ووزرائهم بدون ما يعيروا اهتمام لنسبه لو كانت ضئيله من المعترضين. بس ما في نواب شيعه خارج اذا بدي ما يسمى الثنائي الشيعي، يعني ما في نواب شيعه. كمان ما في نواب دروز. في نواب دروز، نحن اليوم بالجبل بالانتخابات بالجبل في 11 نائب، نحن التكتل عندنا خدنا اربع نواب. طيب بس باغلبيته ماروني، يعني هون الحكي انه الوزير يكون ماروني. عندنا كمان ما عم نقول لك انه الفريق الذي على خصومي مع الوزير جنبلاط جاب 38%. طيب شو بتعملي فيهم هون؟ وجاب وزير، جاب الوزير ارسلان موجود. وبعدين نحن في تكتل بالجبل، تكتل الجبل في اربع نواب، وهالاربع نواب بحق لهم وزير. طيب يعني افهم من كلامك انه ما في تراجع عن مطلب توزير ابدا الوزير؟ هي الموضوع نحن منه بهالطريقه كسر. لا ليش كسر؟ لا زعامة. طيب الوزير وليد جنبلاط ليش على طول بدنا ناخذ الامور انه كسر؟ طيب الوزير بحل طريقه من طيب التحدي. اليوم يعني في طريقه كانت اخطر من هيك بكثير، وكانت في طريقه اقسى من هيك بكثير. يوم قصه الانتخابات الرئاسيه كان الوزير جنبلاط هو اللي اعلن المرشح الماروني لرئاسة الجمهوريه لاعلى مركز بالدوله اللبنانيه، ونزل على مجلس النواب واخذ اصوات. طيب هذيك الايام كان في اصوات عنده تقول لا ما بيحق له للوزير، لانه الرئيس رئيس الكل. بس هون عم تحكوا عن وزير بمثل رئيس طائفي. لانه نحن ما بناخذ الامور من منطلق طائفي، مش لانه هو، لانه نحن نظرتنا وطنيه للبنان. طيب اذا بقت اذا المساله هيك، نحن امام واقع لا حكومه. اليوم مسؤوليه الرئيس الحريري انه هو يعتمد معيار واحد، يمكن يعتمد باي طريقه اللي هو بده يلاقيها منيس، ولكن معيار واحد ويقدم هالتشكيله. وما بعتقد في لبناني بيقدر بيرفض اي فريق لبناني وقت اللي بيكون في معيار واحد بيطبق على الجميع. ولكن وقت اللي بدنا نحط على طول معود الوزير جنبلاط، انه بالايام قانون غازي كان عن عمل للوزير جنبلاط، كل شغله بدنا نعملها كنا بلبنان نجي نرسم للجبل حصه الوزير جنبلاط انه هيدي له. لا اليوم في معيار واحد لكل اللبنانيين. انتخابات نيابيه صارت على اساس النسبيه، النتائج افرزت لا يمكن تخطي نتائج الانتخابات النيابيه. وانا بقول لك اذا بده يتمسك الوزير جنبلاط والرئيس الحريري بموقف الوزير جنبلاط انه ثلاث وزراء للوزير جنبلاط لا حكومه، هل قد الامور واضحه؟ بدنا نعمل حكومه، خلينا ننزل عن الشجرة وما نتكابر وندور. في عم بيصير شي مساعي على هالصعيد؟ يعني امبارح كان في لقاء لتيمور جنبلاط والوزير بوفعور مع الرئيس الحريري، وصف لقاء بالإيجابي والجيد، ولكن تم يعني كرر في التمسك بتوزير ثلاثة وزراء دروز. هل الانسداد بالمشهد الحكومي ما بيقلنا بمحل انه كمان يمكن يكون في بعد خارجي بالأزمة؟ وبهالسياق الكل توقف عند الهجمة على الرئيس الحريري من قبل أشخاص يصنفون بالخانة اللصيقة للنظام السوري. أول شيء حتى نقول أنا أكثر شيء عجبني
بزيارة نائب جنبلاط للرئيس الحريري هو قوله اعتماد معيار واحد، هيدا اللي يعني ايه اعتماد معيار واحد. طيب كون معه تمثيل الدرزي كله معيار واحد، نحن متفقين معه بالمعيار الواحد. خلينا ناخذ هالمعيار الواحد ونحطه بعيدة الرئيس الحريري ويجي يقول الرئيس الحريري للبنانيين انا اعتمدت معيار واحد وهذا هيدي كثير عجبتني. بس هني المشكلة انه تعودوا مع ايام الوجود والاحتلال السوري بلبنان، تعودوا المعيار على طول في معيار خاص للجبل، هيدا المعيار ما بقى موجود اليوم. يعني بدنا نخلص من المعايير اللي كانت تنعمل للوزير جنبلاط، هيدي المعايير اللي كانت تنعمل على قياسه ما بقى موجود اليوم. بالنسبه للهجمه على الرئيس الحريري، كيف بتفسر هالهجمه من قبل حلفاء النظام السوري على الرئيس الحريري وعم تستعمل فيها تعابير تستفز الشارع السني؟ يعني كيف بدك الرئيس الحريري يأمن للمستقبل إذا كان حلفاء النظام السوري عم بيتصرفوا معه بهذه الطريقة؟ لك هني بيقدروا، يعني اللي عم بيهاجموا الرئيس الحريري هني بيقدروا بيفسروا مواقفهم، والرئيس الحريري هو بيقدر كمان بيقدر بيفسر شو ممكن هواجسه بالنسبة له. بس بما يخصنا نحن كتكتل لبنان الأول، نحن مرشحنا الأول والثاني والثالث هو الرئيس الحريري. نحن عنا ملء الثقة بالرئيس الحريري أنه يعمد إلى تشكيلة لبنانية بتراعي نتائج الانتخابات وبتعطي كل إنسان حقه. بقى نحن كتكتل لبنان الأول لا فينا، يعني ما بدنا نتدخل بين أي فرقاء بيعتمدوا كل واحد، يعني عنده حرية الرأي كل فريق يحكي اللي بده، ولكن من جهتنا نحن على وفاق مع الرئيس الحريري. دعم الرئيس الحريري المطلق وتكميله بالشروط ما بيناقضوا بعضهم؟ انه ما بتصير حكومه الا ما يتوزع طلال ارسلان مثلا. لا خلينا نقول احنا هيك، ليش حتى نخسر الموضوع انه يتوزع طلال ارسلان؟ ما كمان عند بالطائفه السنيه الكريمه في تسع نواب او 10 نواب كمان هو اللي خارج تيار المستقبل. نحن ما عم نفوت ندور على مكامن الاختلاف بوجهات النظر او مكان الخلاف لا سمح الله. نحن عم نقول للرئيس الحريري انه هيدي صلاحياتك اللي بيضمنها لك اتفاق الطائف. نعم. هل صلاحيات اللي عندك انت من واجباتك تقدم التشكيلة الحكومية، ونحن عم نقول لك اعتبرنا كلياتنا هاللبنانية او الكتل النيابية هي كتل بعهدتك تقدر تقدم تشكيلة كل واحد بيعتبر ياخد حقه. هيدا كتير بسيطة. هيدا موقف الرئيس عون ام الوزير جبران باسيل؟ لك ما نخلط، يعني اليوم الرئيس عون هو رئيس لكل اللبنانيين. نعم. واللي هو على طول بحاول انه لو بعد الاوقات بده يدور الزوية ويقدر ياخذ هو من حصته حتى يقدر يرضي بعض الاطراف، وانت شفتيها بخلال السجلات اللي كانت تصير كان يلعب دور الاب انه يقدر يجمع كل الفرق. نعم. ليه هلا ما عم يقدر؟ اليوم لانه اليوم القصه عند الرئيس الحريري، يعني اليوم مش الرئيس العام بيألف الحكومه، القصة عند الرئيس الحريري. عند الرئيس الحريري ونحن هون بيمضي تشكيل الرئيس عون إذا ما كانت مثل ما بده. ليش نحن عم نحط عند الرئيس؟ طب قبل ما توصل لعند الرئيس عون في تشكيلة حكومية. نعم. خلي يقدم الرئيس. يعني اليوم ما نحكم عن النوايا، نحن عندنا ملء الثقة بالرئيس الحريري إنه يقدم تشكيلة حكومية تكون فيها معيار واحد، وهيدا اللي قلنا إياه. هل في مدى زمني أستاذ أسعد محطوط لهالشيء؟ يعني بلشنا أول شيء حكينا عن عطلة عيد الفطر بيكون في حكومة، هلأ السيد الأضحى، هلأ عم ينحكى عن أيلول وربما تشرين وحتى عيد الميلاد. يعني البلد قديه بيقدر ينطر بوضع بهذا الشكل؟ لك اليوم إذا ما في مدة زمنية لتأليف الحكومة، يعني اليوم بالدستور لا في مدة زمنية للرئيس المكلف، وكمان بالوقت بالجهة المقابلة ما في بالدستور بيمنع انه لا ما في مدة زمنية، يعني لا في محددة انه عندك مهلة زمنية مثلا 6 شهور، وكمان بالوقت الثاني انه ما في بالدستور يقول انه لا ما في مهلة. يعني اليوم ولكن خلينا نطلع من كل هول، هل الوضع الاقتصادي بلبنان بيتحمل انه ما يكون عندنا حكومة؟ طيب هل نحن انت شفتي بقصة إيه؟ طيب هيدي بدها حكومة اللي هي مكبلة البلد كله سوا. الوضع الاقتصادي نحن شو عنا، المشاريع اللي عنا، يعني نحن اليوم ما في فريق بلبنان بيقدر بيتحمل انه ما يكون في حكومة، ونحن آدمين اذا ما صار في تأليف حكومة على وضع اقتصادي جدا سيء. والكرة هنا بملعب من؟
ملعب الرئيس الحريري طبعا. هيدي من الناحيه الايجابيه، يعني ما عم نحن عم نقول له هيدي صلاحيتك بيضمنها الدستور. رئيس عون ما راح يتدخل لاصلاح هيك تطرية الاجواء، يعني اليوم بموقع الليبانون فايلز سؤال، هل الرئيس الحريري بات بحاجه لعقد تسويه جديده من البوابه الحكوميه تخلصه من عقده التسويه الرئاسيه؟ التسويه اللي اوصلت الرئيس عون مهدده اليوم؟ لا نحن مش شايفين هينا، يعني نحن حيسرين الامور بقصه اذا بدك تقولي تأليف الحكومه اللي فيها بعض العقد الداخليه واللي بنتمنى انه ما يكون فيها عقد خارجي. نحن هيدا برجع باكد لك. بشو بترد على من يقول انه ايران وحلفائها بلبنان بدهم يترجموا انتصارهم بالسياسه وبالحكومه تحديدا؟ بتعرفي شو هيدي اسهل شيء انه نقدر نكشف مين عم بيعرقل؟ كان ايران او يعني انا التمسك بتوزير طلال ارسلان من قبل القريب من النظام السوري. نحن المتمسكين بتوزير طلال ارسلان، لا النظام السوري ولا الايراني. نحن عندنا 4 نواب بالجبل، نحن اخذنا بالنتائج الانتخابات قلت لك اكثر من الثلث، نحن بدنا وزير وما لها علاقه لا ايران ولا سوريا يحكوا معنا نحن وما يروحوا لنا. عم ينحكى عن سزار ابو خليل، ابي خليل بحكم التشكيله رح يجي وزير وتكون خلص. لا انا بدي اقول لك انه اليوم قصه التوزير التيار الوطني الحر بعد ما لها علاقه، بعد ما تقرر فيها شيء، يعني نحن بعد ما تقرر فيها شيء، هيدي بعهده رئيس التيار اللي هو بس نخلص اول شيء من يعني كم وزير بده يكون الحصص يعني اي حكومات يعني رح ناخذ، اي وزارات رح ناخذ، بعدين بنجي بنحط الوزير. جبران بسيل من الثوابت بالحكومه الجديده؟ لكن هو بالحقيقه الوزير بسيل هو يعني بعد مش اخذ قرار بهالشيء، يعني هو بعد مش اخذ قرار بهالشيء، هو بيشوف شو، لان اليوم عنده حاجه الحزب، عنده حاجه الحزب وعندنا حزب على امتداد الساحه اللبنانيه والساحه العالميه. عنده معركه رئاسه مبكره هالموضوع والعلاقه مع النظام السوري، بدي احملهم لنقشهم بعد ما نتوقف مع اول فاصل. نعود لمتابعة هالحلقة. قبل ما نفتح الحديث بموضوع الرئاسة المبكرة أو الكباش حول الرئاسة بالمرحلة المقبلة والعلاقة مع النظام السوري، في شيء بتحب تضيفه بعد بموضوع الحكومة؟ بموضوع الحكومة ومسألة التمثيل الدرزي تحديدا. تمثيل الدرزي، يعني اليوم نحن وقت اللي بتمثل الوزير جنبلاط بثلاث وزراء دروز، يعني هو قادر يهدد الحكومة بأي وقت إنه إذا سحب الوزراء الدروز عنده نطار الميسائية. كل المكونات الموجودة بالحكومة بهالشكل. اي بس لا كمان بال 2006 ما انسحب المكون الشيعي وضلت الحكومه ماشيه بدونه. اي بس يومتها قد ايه صار في مشاكل، هلا احنا بدنا نرجع لايام المشاكل؟ يعني اليوم كمان هيدي في نظره انه لا يمكن، انه على طول قلت لك من اول ما بلشت الازمه اللبنانيه وعلى دور الاحتلال السوري للبنان كان على طول الوزير جنبلاط له مكانه خاصه، وهلا بقصه تاليف الحكومه كمان بده يرجع ياخذها. بس حتى اقول لك انه هيدي لا يمكن انه نسمح فيها انه الوزير جنبلاط يقدر يهدد الحكومه بميسائيتها وقت اللي بده. بموضوع الرئاسه كمان عم ينحكى انه هالكباش اليوم سيما بين الموارنه هو تمهيد لمعركه رئاسيه اكيد لم يحن اوانها بعد ولكن جايه. شو بترد على هالحكي؟ هيدا الامور ابدا مش موجوده عندنا، لانه نحن بلشنا هلا بالعهد، يعني هيدي الكلام هو لضرب العهد. سيد العهد قال هالشيء عم بحاربوه لانه هو بطليعه ال لا 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 انا بدي اقول لك هي يعني اليوم انت فيكي تاخذي الكلمه وتقدر تتفسر مثل ما بدها. اليوم الرئيس عون قال انه الحكومه اللي بدها تيجي بعد الانتخابات النيابيه هي حكومه العهد. يعني لا يمكن الحديث عن الانتخابات الرئاسيه المقبله وبعد ما تالفت حكومه العهد. هيدا الكلام اليوم انه من وراء في، يعني نحن بنقول في اجواء لعند الكان عند بعض اللبنانيين او بعض الخارج نتمنى انه ما تكون موجوده هي لتفشيل العهد، وهذا الشيء اذا كانت موجوده ما راح نسمح بتفشيل العهد ولن يفشل العهد. من يريد تفشيل العهد؟ من يضعون العقد
المستعصي بتأليف الحكومة واللي قالوا إنه العهد فاشل قبل بس ما تفتكر هؤلاء مين ما كان عم بتأشر لهم وحدهم؟ اللي عم بيقول واللي عم بيحط عقد. وأنا قلت لك يعني أنا أتمنى إنه ما يكون في نوايا خارجية أو في بعض المواقف الخارجية اللي هي بدها تفشل الحكومة. من قناة من هون عم تقصد أو تغمز؟ كائناً من كان. كائناً من كان. ماذا عن رأيك بالعلاقة مع النظام السوري ومن يطالب بتثبيت هالموضوع بالبيان الوزاري للحكومة اللي جاية ووضعه كشرط من الشروط وإسقاط مقولة النائب النفس؟ لك النائب النفس هي شيء يعني فيك تطبقيها هيدي بالنائب النفس عن مشاكل الدول المحيطه فينا لانه شفنا النار الملتهبه كلها يعني. وفيك عن 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 البيان الوزاري لانه هيدي سياسه ونحن على كل حال ولا مره كان مطلبنا كتكتل انه نكون ندخل باي محور من المحاور. نعم. يعني نحن كتكتل نحن متمسكين بانه بالنائب النفس عن المشاكل اللي حوالينا وانه ندخل باي محور من المحاور. ولكن اليوم في مشاكل عم بتصير نحن معنيين فيها وهي قصة النزوح السوري. نعم. نحن عم نقول بهذا الخصوص بالذات هل يمكن معالجة ملف النازحين السوريين من دون ما يكون تعاطي بهالخصوص هيدا مع الحكومة السورية؟ يعني بالنتيجة هول سوريين هول بدهم يرجعوا على سوريا. بعدين بدي لك اكثر عم بيصير هذا الامر عبر قنوات اللي وقع عباس ابراهيم هلا عند المبادرة الروسية انه مش ضروري يكون شيء بالوثائق والمستندات من حكومه لحكومه. يا ستر اليوم في تمثيل دبلوماسي للبنان بسوريا وسوريا بلبنان. اليوم اللواء ابراهيم بس عم يطلع على سوريا عم يحكي باسم الدوله اللبنانيه. نعم. واليوم بس يجوا الروس لعنا ويحكوا عن مبادرتهم عم يحكوا مع الحكومه اللبنانيه والحكومه السوريه. يعني نحن عم نتعلق بقصص هي ما بتمس بجوهر الموضوع. نحن ما يعنينا هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم معززين مكرمين. هيدا يفرض بحكم الواقع يصير في حكي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. أنت ممن يطالب بإدراج هالأمر بالبيان الوزاري؟ أنا مع أنه نحل قصة النازحين السوريين واللي هي بتتطلب انه يكون المبادرة الروسية منا كفيلة بحل هالقصة هلا. خلينا ندعم المبادرة الروسية. متفائل بانه هالمبادرة بتقدر تنجح؟ يعني ما كانت بلشت المبادرة الى اسبوع حتى طلع النظام السوري او شكل هيئة ولجنة لهذا الغرض لا علاقة لها بالمبادرة لا من قريب ولا من بعيد. هالامر ما بيعرقل المسعى الروسي؟ بتعرفي شو كل واحد فاتح حسابه على طول. نحن بنقول الشيء ونأيده بنقول ما بدنا نتعاطى مع الحكومه السوريه وبنرجع بنقول الحكومه السوريه عملت لجنه وما نحن عم نقول انه اليوم نكلف بهالملف بالذات لجنه مثل ما في تبادل دبلوماسي مثل ما عم بيروح اللواء عباس ابراهيم على الصعيد الحكومتين يتعاطوا بهيدا الملف من دون ما نفوت بالبيان الوزاري من دون ما نفوت بالمحاور الاقليميه. نحن اللي بحاجه مش الدولة السورية. العبء الاقتصادي يقع على كاهل اللبنانيين والدولة اللبنانية مش على السوريين. فإذا نحن اللي بحاجة حتى يكون في نوع من العلاقة بين الحكومتين لعودة السوريين إلى بلادهم. نحن عنا الضائقة الاقتصادية على لبنان مش سوريا يعني مرتاحين. نحن اللي علينا البنى التحتية في عنا مليون نازح أكثر عنا أنه قديش عم تكلف الدولة اللبنانية صاروا مكلفة على خزينة الدولة والعجز زاد بحدود 30 مليار دولار. نحن اللي اليوم بكل المهن الموجودة يعني اليوم إذا أنت بتروحي على عكار أو أنت بتروحي على البقاع صرتي بتلاقي صاحب المطعم سوري صرتي. نعم. بتلاقي حكيم اسنان سوري صرتي بتلاقي الحلاق سوري. الحق مش عليهم الحق على القوانين العمل اللبنانية اللي ما عم تكون صارمة بهالموضوع. ايه طيب انت اليوم مين بده يطبقها هيدي؟ وقت اللي احنا كل ما حكينا الدولة بتطبقها. ايه طيب اليوم الدولة بعهدة مين؟ بعهدتكم بعهدتنا نحن. فيك تيجي تطبقيها لحن انت اليوم هلا ولا بيقوم نحن قلنا عم نطالب يرجعوا على بلادهم. نعم. وقامت الدنيا علينا وعليك تجي بتقول لهم انه نحن في اليوم قانون والقوانين بوزاره العمل اذا طبقت هيدي نحن هيدي مع انا عم بدعي من هون لتطبيقها. بتعرفي هيدي اذا بتطبقيها هيدي انه انت اليوم كل الموجودين وكل اللي عم ينافسوا
الكين العامل اللبناني او التاجر اللبناني بلقمه عيشه بتقدري بتخلصي منه اليوم؟ بس ولكن شو رح تتعرضي؟ وانا عم نقول له رجعوا على بلادكم ومش عم نخلص. طيب طالما عم نحكي عن النزوح بعكار، خلينا نبقى بعكار. معروف حضرتك انه من النواب الجدد الناشطين، وقت اللي عم بستضيف نواب من عكار من كتله المستقبل عم ياكدوا لي انه هن على توافق تام مع يعني مع نواب المنطقه، حضرتك والنائب الاخر عن المقعد العلوي. بشو عم تحكوا هلا بالنسبه لعكار؟ بشو متفقين وعلى شو مختلفين؟ هلا نحن اول شيء اتفقنا انه بما يخص عكار انه نشتغل ايد وحده على المشاريع اللي بتهم منطقه عكار، واذا هناك بعض المشاريع اللي فيها اختلافات بوجهات النظر نحيدها ونكفي، وبالامور السياسيه بنحكي فيها خارج عكار. بقى نحن يعني في بعض المشاريع المتفقين عليها كلنا سوا، وفي بعرف يعني انت شو بتقصدي على بعض، يعني في مشروع هام جدا في اختلاف بوجهات النظر، مش على المشروع كمشروع ولكن على وجوه على الموقع تبع. تقصد الجامعه اللبنانيه؟ الجامعه اللبنانيه بعكار. شو وين الخلاف تحديدا؟ الخلاف لما تقررت الجامعه اللبنانيه او فكره الجامعه اللبنانيه بعكار، كانت كليه الزراعه لوزاره الزراعه اعطت مهله لكليه الزراعه لانشاء مبنى، واعطيتهم بالبروتوكول وقعوا انه في عندكم 5 سنين اذا ما عملتوا هيدا المبنى او اذا ما عملتوا اي بناء او اي نشاط بترجع هالكليه هيدا وهالمبنى بيرجع لوزاره الزراعه. هلا وزاره الزراعه ما صار في شيء بخلال 7 سنين، عملت كتاب لكليه الزراعه باسترداد المبنى. هلا بغض النظر هيدا الشيء القانوني، يعني المبنى بحد ذاته ما بقاته موجود. نحن اليوم عم نقارب الامور من منطلق علمي بحت. نحن اليوم الموقع اللي هن مقترحينه واللي اقترحوه واللي صدرت المراسيم بانشاء الجامعه اللبنانيه بعكار من دون تحديد الموقع على دور حكومه الرئيس الحريري، مشكوره الحكومه هيدي، من دون ما تحدد الموقع، نحن شو عم نقول؟ وهذا بالمجلس النيابي عم انه اليوم عم يصير في مشاريع عوانين حتى نخلي المباني الحكوميه الموجوده داخل الاكتظاظ السكاني وبعجقه السير ونطلع على اطراف المدن. طيب بالوقت اللي نحن بدنا نخلي مباني ونطلع برات المدن، بنيجي بدنا نعمل بناء جامعي بمدخل عكار، بمدخل عكار وبعزدين العجقه، نحن عم نقول والحل؟ الحل اول شيء الحل يعني هيدي المكابره انه ما بنقبل غير هنيك، ما بنقبل غير بالعبده، نخلص منها هيدي. نحن اليوم ما هي الطريقه يعني مجرد ما تقول لهم اياها بهالطريقه ما رح تخلص منها، بده يكون في حل. انا طرحت يحفظ للجميع ماء الوجه. يعني انا الحل اللي طرحته هو التالي، انه منألف لجنه من الجامعه اللبنانيه ومن اخصائيين يرأسها الرئيس الحريري اللي انا عندي ملء الثقه فيه، ونقول له للرئيس الحريري هي عكار، كل عكار عطيتك، يعني ابن وادي خالد الموجود بالطرف الاخر هني عطوك، واهل اكروم هني عطوك، واهل عكار العتيقه هني عطوك، والعبدي محل اللي عم نعملها وفنايدق كمان هني عطوك، يعني هيدي عكار باكثريتها يعني فيها 5 نواب باللائحه الانتخابيه اللي اخذت مع الرئيس، اخذوا 50 احنا اخذنا 2، يعني عكار كلها عطيتها. نحن عم نقول بالعلم والمنطق وين بتقول هيدي اللجنه لازم محل. تنعمل محل تقبلوا بالنتيجه؟ نحن بنقبل بالنتيجه. طيب. انا طرحتها بمنطقه، للاسف طرحتها بمنطقه لانه اعطاني رئيس بلديه تل عباس، اعطوني البلديه بين ال 25,000 لحد ال 50,000 متر ببلاش، وهي منطقه وسطيه لكل الناس. اتهمونا بالطائفيه واتهموني بالمناطقيه، ولحد كل يوم بتسمع بيان مزاج شخصي وما بنقبل ونقطع السطر. يا عمي الامور بتنعمل جامعه لكل عكار، مش لضيعته ولا ضيعتين، يعني الجامعه معموله لطلابنا مش لتضيع. هي المشكله يمكن مش يمكن بهي النقطه تحديدا، بس هي بكل بالاجمال يعني في شعور انه بالبلد كل ما حدا طلع بفكره او عكسها تؤخذ دائما الامور بمنحى طائفي. باي حال مشروعك الانتخابي استاذ زرغام كمان من بين المواضيع اللي قلت انك بدك تهتم فيها، المستشفى العسكري بعكار، وين صار هالمشروع؟ بدأتم تنفيذ ما وعدتم به؟ ليك هيدا كان انا من اكثر الشغلات او اذا بدك تقولي رقم 1 ببرنامجي الانتخابي، اولا لانه
نصف القوى الأمنية بلبنان اللي بتعطي الأمن وشبكة الأمان نعم. لكل لبنان هي من عكار. نعم. نحن اليوم عم نقول إنه بدنا نعمل مستشفى بعكار خارج الإطار الروتيني، لأنك بتعرفي بلبنان أي مشروع بدك تعمليه بده روح على بده اقتراح قانون وبده روح على مجلس النواب ومجلس النواب بده يوافق، يعني بتقضي سنين. وبعدين في حجر أساسا حط لمستشفى عسكري بالشمال، حط من شي 30 سنة وبعده هالحجر ضيعوه، عمر فوقه. يعني هلا اذا بدك تدوري عليه ما بتلاقيه. نحن عم نقول بدنا نعمله من خلال المؤسسات والمنحه، ونقدر نشتغل على الاعمال. يعني حتى لو انا ببعض المحلات ما اترك لبناني، انا كنت عم اقول ما بدي اترك لبناني عكاري بلا مستر. عكاري موجود باخر اقصى الا ما زوره ونقول له بدك انت تساعدنا بعكار. بقى طرحت هالشيء على النواب، قلت لهم هيدا كان مشروعي بس تعوا كلياتنا لنكون شركاء فيه، اول شيء لمصلحتكم الانتخابيه، لانه كلكم بتطمحوا بالدوره الجايه تكونوا مرشحين. يعني وين صار هلا بلش؟ وهيدا حكيناه امبارح مع رؤساء الاتحادات. نعم. واذا الله راد رح يكون في زياره قريبه لقائد الجيش للكل، انه لانه قياده الجيش كمان مشكوره قدمت الارض، الارض موجوده حتى يعني مباشر بال وين باي منطقه؟ بالشخطابه بدهولي حد المستشفى الحكومي قدمت الارض حتى نبلش. نحن بنوضع الخرايط او هني بيوضعوا الخرايط، هيدا بفتره قريبه رح نباشر فيه. وكان اجمع كل النواب الزملاء مشكورين مع رؤساء الاتحادات بدعم هذا المشروع. مطار رني معوض ليش ما عم بتطالبوا او ليه ما عم تسعوا لتشغيله؟ لكي بزرنا فخامة يعني كمان الرئيس. بيوفر آلاف فرص العمل وبينعش المنطقة كتير. يعني زرنا فخامة الرئيس هيدا الأسبوع نواب عكار، يعني كان نعم. في نواب المستقبل ورؤساء الاتحادات نعم. وكان في مطالبة بتشغيله. اليوم مطار رني معوض اللي هلأ عم نحكي عن العلاقة بين الحكومتين السورية، ما فيك تعملي مطار بعكار على حدود اللبنانية السورية من دون ما تحكي مع الحكومة السورية. خلافاتكم بكفوا بوفوا. لا هي علاقة حكومتين. ما المشكلة وقت اللي بنعمل، يعني احنا بنعمل أي نشاط. هل رح تقبل سوريا بشغلة رفضتها إلى 30 سنة بس ترجع العلاقات؟ لا خلينا إذا بدنا نحن، يعني أول شيء بدنا نتفق بدنا نعمل مطار، إذا بدنا نعمل مطار بدنا نحكي مع الحكومة السورية. نعم. طب نحن ليش على طول عم نحكم على النوايا؟ ما كل شغلة بنحكم عنها، ليه بدنا نحضر الفيلم من التسعة للسبعة؟ وبنحضره من السبعة للتسعة، أول شيء بنبلش إنه نحن بدنا نعمل مطار، بس حتى اتفقنا بدنا نعمل مطار، حتى تعمل لأنه الطيران اللي حسب الخبراء ما بيقولوا، إنه إذا حسب الهواء، يعني إذا كانت الهواء طالع من جهة معينة، فيها تغط الطيارة من دون ما تمرق فوق الأراضي السورية، ولكن إذا الهواء معاكس بدك تمرق فوق الأراضي السورية، طب تعملي مطار حسب الهواء؟ هل لماذا يعني كل ما يتعلق بالنظام السوري نشعر اليوم إنه وكأن عم بيرجع من الشباك؟ يعني بال 2005 ب 26 نيسان خرجت الوصاية السورية، عم نرجع اليوم تدريجيا عم نشوف لها عودة، يعني سواء بالسجل، يعني حتى اللبنانيين بالسجال حول هالموضوع، بقصة استقبالها لشخصيات لبنانية كان لنا زمان ما شفنا الصور، يعني مثل وكأن في محاولة لإعادة هذه الوصاية بطريقة أو بأخرى. بقدر أقول لك هيك شغلة بكل صراحة، ما المشكلة أنه اللي كانوا أبطال النظام السوري بلبنان هن ذاتهم، يعني كل شيء عملوا غيروا الجاكيت، بس احنا من 2005 فتحنا صفحه جديده، غيروا الجاكيت وصاروا هن هلا اصحاب السياده والحريه والاستقلال. من 2005 صار 13 سنه مش يوم ويومين. ايه؟ ليش بدنا نرجع بعد 13 سنه نشعر انه هذا الامر بدا يعود الينا، سواء بطريقه التصرف مع الكتاب على مواقع التواصل، الاستدعاءات، التعابير اللي عم تستخدم، الاصرار على زيارة سوريا والنظام السوري، استقبال شخصيات لبنانية، يعني عم تتجمع العناصر، عودة وجوه القريبة من النظام لمجلس النواب، عدة عناصر عم تتجمع لترجع تركب بازل افتكروا اللبنانيين نسيوه بال 2005. طب انت بنظرك الذاكرة بس هي 10 سنين؟ 13 بس 13 سنة؟ طب في عنا ذاكرة، ليش نحن عم نحدد انه نحن انت بحق لك تتذكر لحد ال 2005؟ طب نحن بعدنا، طب ما في ذاكرة 30 سنة ونحن ما بدنا نفتحها. 30 سنة نحن نكل فينا بسبعة آب مين؟
يعني اللي يعني اليوم وقت النظام السوري مين ادواته كانوا؟ ما ادواته اصحاب السياده والحريه. ما معروف كان هداك الظرف كيف كانت الامور تجري. يعني يا ست رولا انه احنا بنحدد الظروف. نعم. انه انت بحق لك بهيدا الظرف يكون عندك ذاكره ل 2005 وبهيدا الظرف يكون عندك ذاكره ل 2006. طيب نحن الذاكره هي ذاكره. نعم. موجوده بالفكر حتى انت تتذكر كل شيء. نحن يعني ما بتقول اليوم انه عم بجربوا يراجعوا هالوصايه؟ نحن ما قلنا عليها. نحن اقله ونحن نحن لا منفكر. نعم. نفوت النظام السوري ولا منتدخل بنا. ونحن اذا بده يعود النظام السوري حتى يمارس اي نوع من الضغوط علينا او بده يمارس اي نوع من اللي كان عم يمارسه. نعم. بالحقب الماضيه انا بقول لك وباكد لك رح نكون لحالنا بالساحه. عم نواجه النظام السوري واللي هلا. نعم. هني عم بيقولوا نحن هني ضد التدخل السوري بيكون اول. نعم. المهللين وباخص اصحاب العقد أصحاب. لا. العقد الموجودين اليوم هاي أم أزمة منيح بينكم. لا حتى قلك يعني بأي حال بس نختم حديث عكار. بعد في شيء عن البنى التحتية بتحب تضيفه ولا ناخد بريك؟ كمان بحكومة الرئيس الحريري كمان مشكور. بحب على طول أشكر هاي الحكومة وأشكر الرئيس الحريري لأنه أنا بكل كلماتي كنت بقول أنه اليوم اللي شفناه بعكار من التعاون اللي كان موجود بين فخامة الرئيس والرئيس الحريري نحن أكثر ناس طفنا ثمار هذا التعاون. نعم. وبنتمنى ومتمسكين بهذا التعاون الى اقصى الحدود لانه كمان خدنا مشروع الاوتوستراد العربي كمان اللي رصد له الاموال لانه اليوم انت ما فيك تعملي انماء من دون بنى تحتيه. يعني الاوتوستراد العربي اللي هلا في رصد شقفه اللي هي من المحمره للكويخات رصد لها الاموال اللازمه. نعم. كمان بدنا نعمل طاقه وبدنا نعمل مياه وبدنا نعمل بقى في عنا عده ونحن عنا محافظ ما عنا محافظه في. نعم. انشاء في مشروع معنا مبنى حكومي يعني معنا مبنى للمحافظه يعني كل محافظة. الدوائر مجلس على غرار مجلس الجنوب كمان مجلس على غرار كمان هذا اللي طلبنا فيه فخامه الرئيس. يعني نحن عكار كانت مهموله. نعم. على مدار السنين نامل بهي الحكومه اللي بدنا تتسرع وتجي. حتى نبلش بعكار لانه اللي لقيناه بهالحكومه هيدي ما لقيناه بكل الحكومات الماضيه. ممكن اذا طال امد التشكيل تقبلوا بجلسات تشريعيه. وبدي كمان بعد الفاصل اسالك بالمخارج والحلول لكل هذا المشهد المحلي. لحظات ونعود. اهلا بكم من جديد لمتابعه هالحلقه مع النائب اسعد درغام عضو تكتل لبنان القوي. بعد معنا تقريبا 6 أو 7 دقائق. اذا الرئيس بري اذا طال امد التشكيل ودعا الرئيس بري او طالب بدعوه لجلسات تشريعيه بتشاركوا كتكتل لبنان القوي بغياب حكومه؟ يعني بعد معنا 6 دقائق يعني قطعت الوقت عندكم. الجو حلو. يعني انا مبسوط انه انا بقناه المستقبل قطعت الساعه وما حسينا. ان شاء الله هيك كمان يقطع تشكيل الحكومه بعد بلا مشاكل. باي حال التشريع بتوافقوا عليه اذا ما كان في حكومه؟ لكن اذا طورت الحكومه شو بتعملي؟ يعني اليوم تشريع الضروره هو ضروره. يعني نحن اليوم انه مع انه ما تنعمل حكومه لنشرع او بدنا نقر قانون انه. نعم. في بس اليوم في تشريع ضروره. يعني كمان اليوم نحن صرنا 3-4 شهور اللبنانيين عطونا سيادتهم. يعني اليوم بحاجه لبعض المشاريع. يعني اللجان عم تجتمع اللجان المشتركه يعني بوافق التكتل يحضر جلسات؟ ايه طبيعي. يعني نحن اليوم مينا مع يعني في ضروره بالبلد في يعني بحاجه ما فينا كمان نوقف عمل المجلس النيابي بانتظار الحكومه. هل الحل ممكن يكون بتشكيل من 24 وزير هيك ما بعود في مجال لهيدي العقده الوزير الثالث الدرزي؟ ممكن بتوافقوا مثلا تمشوا بتشكيله مماثله؟ ليك هلا بتشكيله ال 24 وزير هيدي بده يطرحها الرئيس الحريري. يعني انا كعضو بالتكتل ما بقدر اقول لك قبل. نعم. ما تنطرح علينا. يعني اليوم نحن عم نعمل سؤال افتراضي اذا انطرحت عليك شيء طبيعي بنجتمع ومنناقشها واذا لقيناها. نعم. بتسهل ولاده الحكومه وبتتفق مع اللي نحن عم نطالب فيه على اكيد بنمشي فيه. الوضع بالجنوب هل علينا ان نخشى من تطورات امنيه بالمرحله المقبله؟ يعني عم تتكرر الحوادث او الاحداث بالجنوب من يومين الاعتداء على دوريه للجيش اللبناني من قبل الاسرائيليين قبل باسبوع الاعتداء على دوريه لليونيفيل من قبل مجموعه من الاهالي بالجنوب. يعني عم بصير في
تحركات معينة لازم نخاف من تطور أمني؟ أنا أبداً أبداً بالجنوب. أول شيء مش لأنه الإسرائيليين أوينهم أبداً، يعني هالحوادث الفردية بتضلها تصير مش لأنه إسرائيلي أوين، لأنه اليوم إذا بده يصير في أي شيء الإسرائيليين رح يعدوا مش للعشرة للمية. يعني اليوم قوة الردع الموجودة بلبنان هي كفيلة إنه إسرائيل ما بقى تعتبر إنه الاعتداء على لبنان رح يكون نزهة. تميل للاعتقاد إنه هالتحركات أو هالأحداث إلها علاقة بموعد إعادة النظر بالقرار 1701 ووضعه تحت البند السابع ومد صلاحياته لمزارع شبعة ولا الحدود مع سوريا؟ لكن اليوم هيدا منو مطروح على الطاولة، يعني احنا على طول بنقول يعني في مسعى يمكن بعد لحد الأقله ما وصل الصدى لنا، يعني احنا مش محطوطين ولا بأجواء هالشيء بالمرة، هيدا كلام لحد هلا بعده بالإطار التحليل الصحفي يعني. حضرتك نائب عن المقعد الأرثوذكسي بعكر، وأنا وعم بتصفح المواقع اليوم بموقع ليبانون فاز لفتني تحقيق عن من يقود الأرثوذكس بين البطريرك والمطران، مناسبة كتابة هالمقال بجزء منه بسبب الخلاف حول الجامعة وجامعة بالاماند والجامعة جامعة القديس جورجيوس يلي هلأ مؤخرا أخذت الترخيص. بيقول المقال التنافس بين مطرانية الأشرفية من جهة والمقر البطريركي بالبالاماند من جهة أخرى ليصل لدمشق، حيث أن الاستقلالية الأرثوذكسية المطلوبة والتي يقاتل من أجلها المطران لياس عودي باتت أمرا واقعا. من يقود الأرثوذكس اليوم؟ لك إذا بدك تجي على المرجعية السياسية للأرثوذكس اليوم ما عنا اللي موجود الكام بالطائف، يعني عن مسيحيا معدومة، يعني يعني اليوم بدك تقولي مرجعية سياسية أرثوذكسية للأسف انه ما في. نحن قعدنا اجتماع نواب الارثوذكس كلياتنا، كل النواب الارثوذكس عند سيدنا البطرك، بس طلعنا وعملنا غدا. نحن مع، وانا بقول لك كارثوذكسي، مع انه نرجع، لانه اذا تفرقنا بنضعف كثير، ما نحن اوريدي ضعاف حتى نتفرق. يعني انا الارثوذكس اذا بدك تقولي اكثر طائفه بلبنان اللي هي حقوقها، يعني انا شو عندنا بالدوله اللبنانيه؟ ما عندنا شيء، عندنا نائب رئيس حكومي ونائب رئيس مجلس النواب. وانا بقصه نيابه رئيس الحكومه انا كنت بتمنى لو بيتحدد وزاره اساسيه، يعني وزاره مهمه خدماتيه وتكون لنا، يعني انا بقول لك وزاره الاشغال مثلا احدى الوزارات، حتى منك جمعت المرده ايه، حتى ما نقول انه هيدي تكون للطائفه الارثوذكسيه ونيابه الحكومه. انه شو عندنا اليوم؟ نحن ما عندنا نائب حكومي، نائب رئيس حكومي ما عنده مكتب لإله، ما عنده نعم. صلاحيات حق عليكم لانه هيدي نحن نعم. لانه ما في اياده للارثوذكس، بدنا نقول للمرجعيات الدينيه الارثوذكسيه شوفوا وين نحن وقعنا، الارثوذكسي وين، وشوفوا اذا انتم اختلفتوا وين ممكن تروحوا. بخليها تكون هيدي الصرخه لنرجع نجمعهم ويرجعوا تكون في اياده وحده ونرجع نشتغل. ما بدنا يعني نحن وقت عم نقول نشتغل ارثوذكسيا حتى نقدر نشتغل لبنانيا، يعني مش حتى نطلع من لبنانيتنا، حتى نقدر نقوي نعم الدولة اللبنانية ونقول لكل اللبنانيين. بعد معنا دقيقة، بهالدقيقة شو بتحب تقول بالختام أستاذ أسعد؟ وهل يعني بتبشر اللبنانيين بأنه ممكن يكون في حكومة قريبا؟ لك يا ريت لو قرار تأليف الحكومة بإيدي حتى أطلع ونقول لك هلأ نعمل البيان، بس القصة دق جرس تشكيل الحكومة ولا بعد؟ أنا بقول لك أنه رح نشتغل فخامة الرئيس، عندي ثقة بأنه فخامة الرئيس والرئيس الحريري عم يشتغلوا اثنيناتهم بهالاتجاه، وان شاء الله نقدر نوصل الى حكومه قريبه. ونحن نتمنى على الرئيس الحريري بعد كل المشاورات اللي عملها انه يكون في عنده، ونحن اللي قلنا اياه انه هو متفهم الى موقفنا، انه يعمد الى تقديم التشكيل الحكومي لفخامه الرئيس اللي بتعتمد معيار واحد واللي بيطبقوا على كل الافرقاء اللبنانيين. واليوم في مثل بيقول ظلم في السوية عدل في الرعية. بهالخلاصة نائب أسعد درغام نكون وصلنا لختام الحلقة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. للمستقبل، لقناة المستقبل، وشكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.